الطريقة الصحيحة لحصولنا على ما يقارب 125 كوينز من متجر نقاط اي فوتبول. نعم يا اخي الكريم، هذا ليس فوتوشوب كما ترون، بل هذه حقيقة يا اخي الكريم. في هذا المقطع سوف اشارككم الطريقة الصحيحة لحصولنا على 125 كوينز من يعني متجر نقاط اي فوتبول. اذا كنت لاول مرة تشاهدني يا اخي الكريم، فاشترك معي في زر الجرس. خلونا نوصل الى 100 الف مشترك في اقرب وقت ان شاء الله، وعيد اضحى مبارك سعيد للجميع. اما الان اخوان، سوف ننتقل مباشره في تفاصيل مقطعنا. الكل يتساءل كيفيه حصولنا على 125 كوينز من متجر نقاط اي فوتبول. نعم يا اخي الكريم، سوف اقول لكم بكل بساطه. لسوء الحظ هذا الحدث ليس موجود في السيرفر الخاص بنا، اي سيرفر العربي اخي الكريم، بل هذا الحدث موجود في السيرفر الخاص بسيرفر اليابان يا اخي الكريم. فهذه المناسبه، اذا كنت تريد ان إنشاء حساب جديد، فيجب عليك أن تنشئه بدولة يعني اليابان يا أخي الكريم، حتى أن تستلم هذه الهدايا من متجر نقاط اي فوتبول. كما ترون الحساب ياباني وحساب جديد قمت بإنشائه، وحينما يعني دخلت وجدت أن بإمكاني استبدال 125 يعني كوينز من متجر نقاط اي فوتبول. أنا أعلم أن الكثير لديه حسابات يابانية ويريد كيفية حصوله على يعني هذه الهدايا. ما عليك سوى يا أخي الكريم أن يكون حسابك مسجل مع موقع كونامي يا أخي كريم، ثم سوف تقوم بالدخول مباشرة عادي، وسوف ترجع وسوف يعني تقوم بالشراء أو باستلام 125 كوينز إن شاء الله. لذلك قررت أن أعمل لكم هذا المقطع. زائد يا أخي كريم، من الممكن بنسبة كبيرة، توصلنا هذا الصباح برسالة يا أخي كريم أن يعني هناك تحديث خاص في موقع كونامي. من الممكن بعد انتهاء التحديث الخاص بموقع كونامي يا أخي كريم، من الممكن أن تقوم اللعبة بإضافة هذه الهدايا يا أخي كريم داخل متجر نقاط اي فوتبول في السيرفر الخاص بنا، وكل شيء ممكن ان شاء الله. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، ونلتقي في مقطع جديد باذن الله.